الحقيقة الفقرة دي هي تكرار للي احنا عايشينه في مصر بس في قصص صغيرة. صندوق معاشات اتحاد المهن الطبية هو معركة جديدة ما بين الأجهزة الأمنية وما بين مجلس إدارة الاتحاد. الحقيقة هي مش أجهزة أمنية، هي جهة سيادية وما أكثرهم في بلدنا. تخيلوا معايا حضراتكم كده أن واحد من أهم وأكبر اتحادات النقابات في مصر بيجمع الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، أطباء البيطريين. الهدف الأساسي له أن هو يوفر دعم مهني وقانوني لهم ولحمايتهم، زي ما القواعد والقوانين بتنص على أهداف إنشاء النقابات المهنية والعمالية في مصر. فجأة بينزل عليهم بالباراشوت ضابط من السماء، أو خليني دقيق، ضابط من القصر. اسمه إيه الضابط ده؟ بنتعرف عليه معاكم وبنعرف حضراتكم بيه. اسمه حاتم أنديل، هنعرف بعد شوية هو مين. الضابط ده بيطلب من الإدارة بطريقة فجة جدا إنه ياخد 50 مليون جنيه. أيوة، زي ما حضراتكم سمعتوا كده، من صندوق المهن الطبية ياخد 50 مليون جنيه. هي قيمة إيه المعاشات اللي موجودة في الصندوق؟ طب عايزها ليه يا سيادة العقيد ولا يا سيادة اللواء؟ والله احنا عايزين نستثمر بيهم شوية. فهنا الحقيقة لما قعدنا نشوف الفقرة دي افتكرنا مع بعض فيلم عوكل، لما الليمبي راح لنسيبه مليجي، ومليجي قال له انا بحوشهم لك عشان انت مسرف. خد فلوسه وقال له انا هحوشهم لك. فالراجل حاتم ده نزل، اللي ملوش خير في حاتم ملوش خير في مصر كلنا عارفين، نزل قال لهم هاتولي الفلوس عشان استثمر فيها، انا عايز احوشهم. ولما خسرت طبعا كلنا فاكرين مليجي قال للمبي انا شغلتهم وخسروا معايا. ده بالظبط اللي ضابط الدفاع الجوي المتقاعد حاتم انديل، صاحب شركه اسمها داف للحلول الرقميه، بيحاول يعمله. عايز ياخد فلوس معاشات اتحاد نقابات المهن الطبيه 50 مليون عشان يستثمرهم. فطبيعي الاتحاد قال له انت جاي تهزر ولا جاي تعزي؟ فقال لهم لا انا جاي اهزر. فقالوا له طيب احنا ما عندناش 50 مليون، ومش هتاخد اي حاجه ومش هتشوف مننا حاجه. فالراجل زعل جدا وخد على خاطره وراح للي مشغلينه او اللي بعتينه، قال لهم لا ده انا هشتكيكوا لجهه سياديه. مين هي الجهه السياديه؟ حذر فذر، من هي الجهه السياديه التي القت بحاتم قنديل على اتحاد المهن الطبيه؟ ايوه زي ما حضرتك هتسمعني كده، هي المخابرات الحربيه. الله يقطع المخابرات الحربية اللي مصر ابتليت بيها في الكام سنة اللي فاتوا. خلاص الأمين أيمن سالم وافق وقال له يا حاتم بيه انت هتنزل وهتاخد الفلوس وخلاص هيحصل اللي انت عايزه، والمعركة لازالت قائمة ما بين مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية والسيد حاتم أنديل اللي عنده شركة اسمها داف، وفي الغالب الشركة دي هتطلع بتاعة المخابرات الحربية، راس مالها تقريبا 200 مليون جنيه. هو بعيدا عن أي حاجة، والله أنا وحشتني دار الحكمة جدا، المكان ده بتاع نقابة الأطباء واللي كان بيحصل فيه الاجتماعات للنقابات والانتخابات. المكان ده الحقيقة شاهد على نضال، مش بس على شغل نقابات، لا والله المكان ده وسلالة من النقابة والشارع ده في جاردن سيتي شاهد على نضال وعلى أصوات وحناجر كانت بتهتف ضد ظلم كتير قوي وكبير قوي كان حصل في مصر على مدار سنين. فأنا والله على المستوى الشخصي أنا وحشني قوي المكان ده والنضال اللي كان موجود وشهدته القاعة دي تحديدا وسلالم دار الحكمة في جاردن سيتي. طيب مين هو حاتم أنديل؟ خلينا نتعرف عليه بسرعة مع حضراتكم. دي صورته، هو ضابط مصري متقاعد حاليا، هو خدم في سلاح الدفاع الجوي، دي اول معلومه. ما شاء الله الراجل شاسيه دفاع جوي. حاليا هو رئيس مجلس اداره شركه داف للحلول الرقميه، وهي شركه لسه ناشئه زي ما قلنا. بيصدروا صورته في وسائل الاعلام ان الراجل بطل رياضه التجديف، راجل رياضي جدا، عندنا رئيس بيركب عجل والراجل بيقدف. اسمه ظهر في ازمه صندوق اتحاد المهن الطبيه زي ما اتكلمنا، الراجل كان عايز ياخد منهم ال 50 مليون، بيقوم بضغط متواصل على مجلس الاتحاد، الهدف انه ياخد منهم 50 مليون جنيه مصري. ايه ال 50 مليون دول بتوع ايه؟ هي قيمه الاموال الموجوده في صندوق المعاشات بتاع الدكاتره والصيادله والبيطريين واطباء الاسنان. عايز يستثمر فيهم، هاتهم عشان احوشهم لك، ما تخافش مليجي وعوكل، افتكروا المشهد ده دايما. رفض الاتحاد فالدخول في المخاطره دي، فالراجل بدا يهددهم باللجوء لجهه سياديه. مين هي الجهه السياديه؟ حذر فذر، هي المخابرات الحربيه. خليني انقل هذه الحاله الغريبه، الحاله الشاذه، او الحقيقه لا هي ما بقتش حاله غريبه ولا حاجه، هو بقى ده واقع مصر الحقيقه. خلينا نقله للدكتور احمد رامي، عضو هيئه مكتب نقابه صيدله مصر سابقا. اهلا بك دكتور. اهلا بحضرتك دكتور اسامه، ومبروك عوده مكملين، ومبروك عوده حضرتك للشاشه. الله يبارك فيك وبشكرك على وجودك معنا وتلبيه الدعوه. ايه رايك في القصه؟
حاتم أنديل ضابط من الدفاع الجوي بيهبط على اتحاد المهن الطبية وعايز 50 مليون. يعني هو محاولة الأجهزة الأمنية للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني محاولات مستمرة. يعني في زمن مبارك كان النقابات كانت بيبقى في محاولة من سيطرة جهاز أمن الدولة عليها، لكن كان بيبقى في ممانعة من الأعضاء اللي كانوا موجودين وقتها، وكانت النقابات بتستطيع أنها تأخذ مواقف مستقلة حماية لمصالح أفرادها، وكانت بتتطرد في ذلك بالجمعيات العمومية. لكن يمكن احنا في السنوات الأخيرة المتابع ممكن يرصد ان تقريبا لم تعد هناك جمعية عمومية تعقد في اي نقابة مهنية، مش فقط في اتحاد المهن الطبية او الصيدلة. طيب المخابرات الحربية دكتور، المستجد حاليا ان يبدو ان يعني اصبح كل جهاز، مش فقط جهاز امن الدولة، كل جهاز اصبح يسعى للحصول على اكبر مكاسب مادية ممكن يتحصل عليها، وكأن مصر أصبحت غنيمة مستباحة بكافة مؤسساتها بكافة مقدراتها، والأجهزة المختلفة بتتصارع كل منها ليأخذ أكبر نصيب من التورتة. طيب احنا بنتكلم على معاشات دكاترة صيادلة أطباء أسنان أطباء بيطريين 50 مليون، بيجي واحد من المخابرات الحربية عامل شركة جديدة كستار عشان ياخدهم، الشركة بتاعته ميزانيتها كلها 200 مليون، ليه؟ يعني ايه الحاجة الحلوة اللي موجودة في الخمسين مليون بتاعت معاشات الناس الغلابة دي؟ هو حضرتك الموضوع بيمشي ازاي؟ هو الراجل دوت بيطلب من اتحاد المهن مساهمة في مقابل ان هو بيتم غالبا الشخص اللي هيمرر له هذه الموافقة بيتم تعيينه في مجلس ادارة الشركة مقابل مكافأة مالية. في عصور سابقة يعني بعد ثورة يناير مباشرة كان في قرار من اتحاد المهن الطبية ان المبالغ اللي بتصرف لممثلي اتحاد المهن الطبية نظير عضويتهم في الشركات المختلفة بتدخل في صندوق المعاشات، والمبالغ ديت مش قليلة، المبالغ ديت يعني بتصل الى مئات الملايين مئات الالاف شهريا لكل عضو في مجلس ادارة، فكانت بتعود هذه الارباح على صندوق المعاشات مرة اخرى. لكن الوضع الحالي ان كأن هذه الفلوس ليس لها صاحب، اللي بيخلص القرار بالمساهمه في شركه ما اللي هي الشركه اللي قصادنا دلوقتي، في الغالب بيخلص دوت نتيجه ان هو هيحصل على عضويه في مجلس اداره هذه الشركه يتقاضى بموجبها مكافاه سنويه. طيب هل اتحاد المهن الطبيه قادر على الصمود في وجه حاتم قنديل ومن ورائه المخابرات الحربيه؟ أنا هفترض نفسي مكانهم. هو دلوقتي وفقا للقواعد ليس من صلاحية أمين عام الاتحاد ولا حتى أمين الصندوق أنه يتصرف في مبلغ بهذا الحجم، ولكن دوت من صلاحيات المجلس مجتمع، وإذا كانوا هم عندهم رغبة في الحفاظ على أموال أعضاء المهن الطبية عندهم أكثر من خطوة على يستطيعوا أن هم يتقووا بها. على سبيل المثال مثل هذا الطلب من المفترض أن يعرض على متخصصين وعلى بيوت خبرة مستقلة، بحيث في الآخر يبقى هو كمجلس بيأخذ رأي جهة محايدة يساهموا في هذه الشركة أو لا، وأيضا عندهم الجامعات العمومية من الممكن أن يتطرسوا بها، بحيث أن قرارات الجامعات العمومية بتبقى ملزمة لمجالس الإدارة، فيستطيعوا أن هم يدعوا أن هم محايدين وأن احنا هندعو لجمعية عمومية لأهل النقابات الأربعة الطبية ويلقوا القرى في ملعب أعضاء الجمعية العمومية. شكرك شكرا جزيلا. أنا مفترض أن هم غير قادرين بمفردهم. نعم. أن هم يقولوا لهذا الشخص أو لهذه الجهة السيادية لا لن نهدر أموال المعاشات. شكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد رامي عضو النقابة العامة لصيادلة مصر سابقا، كنت ضيفي عبر الهاتف.